السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودهات السابع شانال تكتاتيوش زاري إناتاجن عايشان من نبرا ساقاتي متل قطر ريالج كيف سيزن الله شو متنال أوراتشون قويو. ستينا عايشان رضي الله عنها من نبرا استساتات يا ساقات إناتاجن عايشان رضي الله عنها انداستلا لفتشو عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم سملكتاچو نفسي بتام تدستتچنا يا رسول الله دعا درغولني አልኳቸው እሳቸው ወዲያውኑ يا الله عائشه تدبقا بقلز كزي قدام يسراچون ሁሉ በዚህ በኋላ متسراونም ወንጀል አንተ ምህረት አድርግላት አሉ። ይህንን دعا ሲያደርጉ عائشه በጣም ተደስታ ከመሳቋይ ተነሳ ሻሽዋ ተፈቶ ወደቀ። ነብዩ صلى الله عليه وسلم دو عينو دزي ميستستش وي بلو طيقوات. عائشام رضي الله عنها اندي لمن السال الدستم عالتشاچو. نبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله اهون لانشا در كلشن دو اكو لأمتو چه بهولم سالاتي استعدر قلات شوار لوالو. اللهم صلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله محمد وأصحابه وأتباعه. እናታችንን አይሻን አንድ ጊዜ በተደረገላት ዱዓ እንዲከስተሰታት እና በሳቅ ልቧን በፍስሐ ከሞላት እኛ ሁሌም በየሰላታቸው ላይ ሳይረሱን ዱዓ ያደረጉልን እንዴት አያስደስተንም? ሁሌም የሳቸው ኡመት በመሆናችን ደስተኞች ነን። አላህ ከፍቅራቸውና ከመንገዳቸው አያውጣን። አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።